بعد أكثر من 50 استهدافاً مباشراً لقواعد أمريكية في سوريا والعراق، تبنتها مجموعة عسكرية تحمل اسم المقاومة الإسلامية في العراق، اتهمتها الولايات المتحدة بالتبعية لإيران. اكتفت واشنطن بالرد مرتين عبر قصف مستودعات للأسلحة تستخدمها الميليشيات الإيرانية شرقي دير الزور وفق البنتاغون، واقتصرت نتائج القصف على الأضرار المادية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قال خلال إحاطة صحفية في 27 تشرين الحالي إن بلاده وجهت رسالة ردع عالية ومباشرة لإيران بشأن استعدادها لحماية قواتها ومصالحها. We have used a combination of deterrence, pressure, and diplomacy to counter Iran's destabilizing activities. I will also note that we sent a very loud and direct deterrence message to Iran about our willingness to vigorously protect our personnel and our interests. رسالة الردع الأمريكية لم تؤتي أكلها، إذ تبعتها عشرات الاستهدافات التي خلفت عشرات الجرحى من الأمريكيين المنتشرين في هذه القواعد. وقالت المجموعة التي تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق في 27 الحالي إنها استهدفت قاعدة حرير الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين. تبعه استهداف مماثل لقاعدة أمريكية في مطار أربيل دون معلومات عن حجم الأضرار، ثم استهداف القاعدة الأمريكية في القرية الخضراء شرقية دير الزور عبر طائرات مسيرة. يرى الباحث بالشأن السوري في مركز سينشوري انترناشنال آرون لوند أن الولايات المتحدة ستتعامل في الرد على الهجمات التي تسبب ضرراً للقوات الأمريكية أو تتجاوز الخطوط الحمراء في سوريا أو العراق أو مناطق أخرى. من جانبه ربط الباحث في مركز عمران للدراسات مع طلاع هذه الحالة بمحددين رئيسيين، أولهما ألا تتيح واشنطن الفرصة لطهران بإشغالها في المنطقة لخلق مفاوضات تخفف العبء عن غزة، والثاني منع إيران من جر المعركة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تعتبر الأراضي السورية مرشحة لشيء كهذا. في هذا الوقت يتواصل التصعيد الإسرائيلي واستهدافات الحضور الأمريكي في سوريا والعراق والتلويح الإيراني بتوسع العمل العسكري وامتداده خارج غزة، في ظل تصريحات إسرائيلية تعترف بتراجع التضامن الدولي مع إسرائيل.